يعني انا مقتنعه 1000000%، وانا مش بس بقى، انا رئيسه جمعيه فيها اكتر من 250 شركه، مش بنلاقي موظفين. يعني عندنا عجز جامد في العماله، في العماله الفنيه والعماله الغير فنيه والعماله التعليم متوسط وتعليم عالي، لازال في نقص جامد في ان احنا نلاقي عمال وموظفين. فبالتالي مش عمليه بطاله في البلد طبعا. مؤهلين مؤهلين او حتى مش مؤهلين بس طبعا. اما الناس تقول عايزين فرص عمل، عايزين فرص عمل، وفي الاخر في فرص عمل. يعني اتحدى اي واحد في قطاع خاص يتكلم دلوقتي يقول ان ما عندوش فيكنسي في اماكن قد ايه للعمل، ما عندوش فرص عمل. طبعا في فرص عمل كثيره جدا.